افتكرتك محتاج مساعدة. مش هتصدق اللي بيحصل، انا ما شفتش حاجة شبه ديفلز بريك قبل كده. الجماعة بتوع الطب الشرعي هيتعبوا جدا. الاخبار بتقول ان ده هو المكان اللي اطلق فيه اوتو ديفلز بريث، اكيد ساب اثر اقدر اتتبعه. في بواقي على العلامة دي، يمكن أقدر أعزلها. بقع غنية بالحمض النووي، واضح إنه في أمل. مادة CPF واحد اللي عدلتها أوسكور، أكيد ديفلز بريث. المفروض أقدر أتتبع الأثر دلوقتي. الأثر بيودي في عدة اتجاهات، لازم ألاقي الاتجاه الصح. مفيش فايدة، طريق مسدود. الأثر بيضيع. الأثر ابتدى يختفي. أثر البخار رايح فوق المبنى ده. الأثر بيودي للفتحات دي. هو أوتو كان بيعمل ايه هنا؟ المفروض يكون هنا في باب أو مدخل صغير. أكيد في طريقة نور بها النور. لا
يلا ننور النور. واو، هو اوتو كان بيستخدم المكان ده لإدارة الأمور؟ فوضى اقتحام السجن كانت تمويه مثالي عشان يجي هنا. إلكترو، المليان بالطاقة. النسر بتاع زمان، أكتر واحد اشتبكت بتزويد النسر بالطاقة لأجنحته تسببت له بسرطان في العمود الفقري، وأوتو بيخترع له علاج تجريبي لإنقاذه. ده إيه ده بقى؟ لازم أوتو يكون استخدم الخريطة دي في خطته، بس هي بيضة إلا إن كان في حاجة فايتاني. راينو بتاع زمان، تاني أفضل روسي عندي. ماك جارجن، الشهير بالعقرب وبكريزي بانس ماكريزي. مصدق انه نفس الشخص اللي عرفته في فيست. غضب اوتو هو اللي بيحركه، الواجهة العصبية هي اللي بتخلي الامور اسوأ، بس كراهيته حقيقية. هيدمر المدينة كلها عشان يأذي نورمان. شكل أوتو كان بيدرس تقنيات السمور عشان يلاقي نقط ضعف. أمنية حياة إلكترو المستحيلة هي إنه يبقى طاقة نقية، وبالفعل قدر الدكتور يعدل في كهربته علشان يقرب شوية من الهدف ده. شكل أوتو سجل رسائل لرجالته. أدريان، حاجة غريبة جدا إن جناحاتك المعجزة شرفتوا جسمك بالشكل ده. لحسن الحظ إنك دلوقتي شغال عندي. بعد ما نخلص المهمة هيعالجك الدواء اللي أنا طورته. هو مش هيداوي الشلفطة اللي أنت فيها دي قوي يا صديقي. لمبة مشعة. ما حصلش حاجة. أكيد في طريقة عشان أنور المصباح. نعم.
ايوه كده، علامات مخفيه. اوتو امر الاشرار بتدمير املاك اوسكورت في المدينه كلها. ده بيحاول يوقع امبراطوريه نورمان جزء جزء. اوتو اخترع مادة كاوية لتحرير راينو من هدومه. حكومات حاولت سنين علشان تعمل الموضوع ده وما عرفتش، والمسألة ما خدتش كام يوم من اوتو. اليكسي، انا تابعت اعمالك بدقة واهتمام. العالم شايفك انك غبي وساذج، بس أنا شايف فيك محارب قلب وقلب شاعر. قواك في رغبة للتحرر من بدلة المعركة اللي اتحبست فيها. ساعدني إني أحقق أهدافي وأنا أضمن ليك الحرية. أنا نادراً ما أقول الكلام ده سيد جارجن، بس تسديد ديونك كان اختبار أصعب مما تخيلت. اتأخرت في الدفع شوية مع الناس اللي بتطلب كتير. العقرب بيساعد أوتو في مقابل فتح صفحة جديدة. اتحذفت صحيفة السوابق واتشطبت ديون القمار. ماكس، أول لما صرحتني بأحلامك افتكرتك مجنون. طاقة نظيفة. بس أنا لما تعمقت في الموضوع أكتر اكتشفت طريقة تحقق لنا اللي احنا عاوزينه. وأوعدك لما نخلص هتبقى طاقة نظيفة، أو يعني هتقرب منها شوية، ما تفرقش معايا. نورمان، ظاهر اني مش ممكن ابص لاي حتة الا لما الاقيك واقف بتضحك للكاميرات وتجمع معجبين وحاطط كعب جزمتك على رقبتي. ليه محدش غيري بيشوف قد ايه هو اناني ومتهور، قد ايه شرير؟ لو قدروا يشوفوا نورمان اللي عرفه، الراجل اللي ورا القناع ده. ليه بيسعى للدواء المضاد لديفلز بريث باستخدام شيء اسمه إيكاروس؟ شكل المرحلة الأخيرة هي الهجوم مباشرة على أوسكور، وفي الغالب إيه اللي جاب النسر للتايم سكوير؟ أنا الإلكترو بيعطل محطات الكهرباء الخاصة بأوسكور، شيء راينو بيستهدف أملاك أوسكور بالساحلية. العقرب بيحاول يسمم خزان مية المدينة، وده ملكية أخرى تابعة لأوسكور. إيكاروس، هي دي. اهلا يا سبايدر مان، احنا ما تعرفناش قبل كده. انا اوتو اوكتافيوس. مفيش إيكاروس مش كده؟ لا،
مارتن مش محتاج مساعدة في تأمين المصل. إيكاروس كان خدع عشان يجيبوك في الموقع. في الموقع؟ ها؟ عايز أسانسير! الشغل عند واحد زي أوكتافيوس منعش جداً! خطط بديلة للخطط البديلة! أي أم جي! كيف؟ أنت كويس؟ إيه اللي حصل؟ الإشارة زحمة! اسمعي! ليه بيحاول يوصل للمصل؟ لازم نلاقي معمل أوسكور بديفلز بريث قبله! بعمل ده دلوقتي! أنا بسحب كل تصريح كل المدينة! لو في سجل للمختبر هلاقيه! حلو ده! تمام! هكلمك تاني يا ام جي! فخ فشل؟ أنا خففته! وقت الخطة البديلة! ده طمني شوية يا إلكترو، نضجت في السجن مش كده؟ ما جاتش دلوقتي انت عارف، انسى كل اللي انا قلت. ما قربتش يا ماكس كالعادة. حسيت بده في هدوم. دلوقتي حركة لازم استخدم شباكي على اقرب محول ليه. سبايدر مان! انت اكبر طم بتقول ايه؟ محدش بيفهم نكتي ابدا. العداوة الطويلة هتخلص. عداوة؟ افتكرت ان علاقتنا مبنية على الاخذ والعطا. انا شكلي غلطت في تقدير العلاقة. سبايدر مان! انا هحطمك. فهمتوها! فهمتوا النكتة! انا مبسوط قوي لدرجة تخليني قربت ابطل قتال. بصراحة الموضوع كان أحسن لما كان كل واحد لوحده. العمل الجماعي حقق مستحيل صح؟ حيوية الشباب وحكمة الخبرة بيشكلوا ثنائية هايلة بالظبط زي المية والزيت.
تاني. أنا بكره التشاؤم، بس ما افتكرش إنكم مقدرين الموقف تقدير دقيق. خلصنا من واحد، فاضل واحد. كم مرة عملنا الرقصة دي يا إدريل؟ 12 مرة؟ 24؟ مرة واحدة كتير جدا. النهاردة يبقى نهايتك. شايفت يا عنكبوت؟ وحاول اخلص عليه. خد دي. هو دلوقتي منتبه، لازم اخده او افاجئه. اهو هناك. هو راح فين؟ هو ده حقيقي ولا بيتهيألي؟ جايز الاثنين. دكتور؟ دي مجرد هلاوس مكثفة، تقدر تعديها. دكتور؟ شكلك زي بالظبط قبل ما الواجهة العصبية تأثر على عقلي. أوهامي كانت دايما موجودة، لكن الواجهة خلتني أستغلها كلها. لازم أصلح البتاع ده، أصلحها.
بأي طريقة. دايما بتحاول تشيل حمل المسؤولية حتى لو ما فيش فايدة. مش قادر أقول لك كم مرة ساعدني التفاؤل بتاعك إني أكمل المشوار في أصعب المواقف. هيوحشني حقيقي. هفتقدك. أنا آسف يا دكتور. أنا آسف جدا. صحيح صحيح أنت ندمان، بس سمحت بتخليني أتساءل عن أولوياتك. قصدي لو أنا فعلا مهم بالنسبة لك، ليه ممكن تسيبني أدمر نفسي؟ ممكن أساعدك. دي شتيه، دي إكليبت قلبك. النبات هيديني وقت، لكن محتاج مضاد للسم علشان أعمل علاج دايم المفعول. واحدة من محطات أبحاث هاري كانت بتطور أتروبين صناعي، لازم أوصل هناك بسرعة. ديول عقارب ميتة ضخمة. جميل، شكراً يا عقلي. إيه يا عنكبوت؟ العقرب داخل زي الشوك في ضهرك. العقرب؟ جبت منين الرقم ده؟ إحنا بيتقلق تلك لازمة. مش إزاي بتصل بيك؟ السؤال هو أنا بتصل بيك؟ يمكن أكون أنا الصداع المستمر اللي هيبقى بالنسبة. حقيقة أو لا، لما خف من السم ده هنتقم منك يا ماك. كلام كبير من حشرة صغيرة. استمتع بأحلام وردية. مش عارف حتى فرويد. مضاد للسم علشان اعمل علاج دايم المفعول. واحدة من محطات ابحاث هاري كانت بتطور اتروبين صناعي، لازم اوصل هناك بسرعة. ديول عقارب ميتة ضخمة. جميل، شكرا يا عقلي. حالك ايه يا عنكبوت؟ العقرب داخل زي الشوك في ضهرك. العقرب؟ جبت منين الرقم ده؟ دايما بيتقلق الاسئله اللي ملهاش لازمه. مش ازاي بتصل بيك؟ السؤال هو انا بتصل بيك؟ يمكن اكون انا الصداع المستمر اللي هيبقى في دماغك. حقيقه او لا، لما خف من السم ده هنتقم منك يا ماك. كلام كبير من حشره صغيره. استمتع باحلام ورديه. حتى فرويد كان هيقول ايه على الحاجات دي. حتى عقلي بيحاول يقتلني. أعتقد إني وصلت لأقصى قدرات باركر. أهي محطة الأبحاث. محتاج الأتروبي. أنا لازم أدخل المحطة. الأتروبين هناك. الأتروبين اختفى. لا كفاية. اتأخرت كتير، زي ما اتأخرت عن مساعدتي. ده مش انت يا دكتور. لكن ده انا اللي لقيت المجتمع المهذب مش مناسب. الحاجات اللي كبتها جوايا، بس انت ساعدتني في كسر السلاسل. أنا آسف، هلاقي طريقة أساعدك بيها، أوعدك.
بطل تخدع نفسك، انت ما بتساعدش حد، السم مش فيك انت، السم هو انت، كل اللي بتلمسه بيضطر. ارجوك اتكلم معايا، اقدر اساعدك. انت تقدر تعمل فيا زي الباقيين، تكتفني، تخنقني؟ لا، انا مش هسمح ليك تمز. ارجوك اتكلم معايا، اقدر اساعدك. انت تقدر تعمل فيا زي الباقيين، تكتفني، تخنقني؟ لا، انا مش هسمح ليك تمز. أرجوك اتكلم معايا، أقدر أساعدك. أنت تقدر تعمل فيا زي الباقيين، تكتفني، تخنقني؟ لا، أنا مش هسمح ليك تمس الشعرة مني. أرجوك اتكلم معايا، أقدر أساعدك. أنت تقدر تعمل فيا زي الباقيين، تكتفني، تخنقني؟ لا، انا مش هسمح ليك تمس الشعرة مني. انا شفتك يا بيتر بتاخد ملحوظات، تسرق الافكار زي الفار في معملي، ندمان اني اعتبرتك صديق. انا صاحبك يا اوتو، ارجوك دايماً بدعمك، وهفضل على طول أدعمك. ساعدتني وبعت أفكار النور وبوظت أعظم أعمال. أهو الأتروبين. أحب الأتروبين. دلوقتي لازم أعمل مكونات العلاج. شكلي كده هرجع للمعمل. أنت لست معنا. وقربت اخف. اسف اني بوظت خطتي. ما تقلقش يا ابو خيوط، في لسه مفاجآت كتير عشانك، وهنشوف بعض تاني قريب قوي. ثق في ده. شكلي كده هرجع للمعمل. انت لسه معنا. وقربت اخف. اسف اني بوظت خططك. ما تقلقش يا ابو خيوط، في لسه مفاجآت كتير عشانك، وهنشوف بعض تاني قريب قوي. ثق في ده. لكن الوقت بيخلص مني، لازم اصنع العلاج.
أخيرا المعمل. ضربه بس مش نافع. ده اداني فرصة. هلوسة تانية. على الأقل كان عنده نقطة ضعف خيالية. أنا عارف إنك السم اللي بيحاول تشتيتي، وريني اللي عندك. أنت فاشل، مستقبلك عبارة عن فشل كبير. مش هخليه يأثر عليا. لازم اخلص منه واركز على مهمتي. واحد مات. محاولة ضربه بس مش نافعة. قتلته. لو كنت عمك كنت لازم اواجه الرصاصة برضه. باطن بقى بيفكر بطريقة مش كويسة. حلو، مش فاضل كتير. ما لاحظتش قبل كده ان ماري جين بتكون احسن لما كنت بتختفي. واحد تاني مات. أتمنى تكون آخر جولة. بالعافية قادر أقف. أهو جهاز الطرد المركزي. أخيرا الوقت بيخلص مني. أظن إني نجحت. هي بدلتي راحت فين؟ متهيألي اتجوزت حبة في عملية التطهير. يستحسن تلبس لك حاجة. أحسن كتير. هقوم أمشي وأنسى إن ده حصل أصلا. لسه دايخ. لازم اخرج بقية السم مني قبل ما اواجه باقي الاسرار التانيين. فرصة اخد لفة.
مركز القيادة. ايه الحالة في يونيو سكوير؟ انتباه، انتهاك لقانون الحكم العسكري رقم 237. تم احتجاز حشد غير قانوني من المواطنين بانتظار التعليمات. ام جي اهلا، ممكن اسالك سؤال شائك اخلاقيا شويه؟ هو ايه الوقت المناسب اللي الواحد يسيب فيه صديق؟ اوه واو بيت، بتفكر في اوتو؟ الموضوع واضح صح؟ كل ده مفهوم، بس الجزء المتفتح اللي جوايا عايز يقولك مستحيل. الصداقه الحقيقيه معناها انك تكون موجود حتى لو الناس سايبه في الطريق. لكن اللي عمله اوتو مش عارفه يا بيت، انت لازم تتاكد اوتو اوكتافيوس اللي تعرفه موجود ولا لا. ده يمكن ما يكونش ليه وجود اصلا. ايوه شكرا يا ام جي، افتكر اني لازم اعالج شويه حاجات. كلمني في اي وقت يا بيت، انا مستنياك. قيادة التمور، مطلوب تحديد حالة عن ديفل شيلف. نقطة تنظيم المرور، انتبهوا لسبايدر مان. لازم اتتبع العقرب، بس انا ما شفتش عمتي مي من ساعه الحريقه. ممكن اعدي بسرعه على بيست. لازم اتحرر. مركز هنا مركز القيادة، مطلوب تحديد حالة من شمال ميد تاون. مركز المرابة شغال، مستعدين للهدف الأول.
10-13 القناصة يستهدفون الضباط. الضباط القريبين من جريمرسي أرجو الإبلاغ. كفاية لحد هنا لحد ما يلزم يرجع. أحسن حاجة نعملها نأكل الناس. أوه بيتر، كويس إنك هنا. عامل إيه؟ كويس؟ أنا تمام كويس، إزيك أنت يا مي؟ تمام، بس مشغولة. أوه سيبني أمشي. أوه بالراحة. أنا تمام ماي. انت مش قلتيلي قبل كده اني انسان وممكن اتعب زي باقي الناس؟ انت وبين عارفين تستخدموا كلامي ضدي. انا تمام يا بيتر، تعبانه بس شويه. فين مايلز؟ يقدر يساعد؟ ايوه هو بيجيب امدادات طبيه من مركز الاغاثه. الغريب ان المضادات الحيويه بتخلص بسرعه. طيب استريحي انت شويه، انا هكمل التفريغ واظبط مع مايلز. اتفقنا؟ اتفقنا. اديني فرصة ارجع كبرياء المجروح. يلا يا مايلز رد، ما تقلقنيش عليك وعلى ماي. بهدوء. الجولة الروتينية فشلت. ازاي مجموعة من المساجين يعملوا كده؟ كأن في بولدوزر كبير دخل هنا. ما اقدرش ارجع،